اللي هو الامتحان الجهوي الموحد اللي جرى هذه السنه في ظروف استثنائيه، لكن بتضافر جهود الاكاديميه الجهويه والمديريه الاقليميه والسلطات المحليه والطاقم التربوي والاداري وكذلك شركاء من جمعيه الاباء، تمكننا انه يدوز هذا الاستحقاق في ظروف عاديه. Thank you.
أستاذ محمد عليلو عضو كتابة مركز الامتحان ثانوية الدريس بن زكريا كيفلت. ولله الحمد أجواء الامتحان ونحن في يومها الأخير مرت في ظروف عادية وأجواء إيجابية مع ما طبع هذا الامتحان من إجراءات احترازية ووقائية من الوباء اللاين الذي يجتاح العالم ويجتاح بلادنا، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وتلامذتنا ويوفق الجميع لما فيه خير لهذا الوطن.